سؤال رقم 5 بيقول لي إن شبكات الكمبيوتر بتستخدم مجموعة من السكيورتي ميجرز أو مجموعة من الطرق لزيادة مستوى السكيورتي عموما. الطرق دي بتشمل فيزيكال وسوفت وير وتكنيكال ميجرز، اشرح لي كل واحدة منهم. أول حاجة الفيزيكال ميجرز، ممكن نسمي مكونات الشبكة اللي موجودة عندي ونرقمها، وكمان الأماكن اللي بيكون فيها سيرفرات هنمنع الوصول ليها إلا للموظفين المصرح ليهم بالدخول، يعني مش أي شخص يدخل على غرفة السيرفرات مثلا ويعدل فيها أو ينقل كابلات أو أجهزة مكان بعضها. السوفتوير سيكيورتي، يبقى حضرتك لازم تركب أنتي فيروس عشان يمنع وصول الفيروسات والتروجنز وغيرها من البرمجيات الخبيثة إلى السيستم الخاص بيك، بالإضافة لتركيب الباتشات. الباتش مقصود بيه عبارة عن برنامج صغير لسد الثغرات اللي بيكون موجودة في الأوبريتنج سيستم والبرامج. حضرتك كمان محتاج إن أنت تعمل أبديتنج للأوبريتنج سيستم والسوفتوير الخاص بيك. النقطة اللي بعد كده اللي هي بروسيجوال ميجرز، إنه يكون فيه مجموعة من الرولز اللي بيتم اتباعها في حالة حدوث مشاكل أو حالة حدوث فقدان للبيانات، أو لو عايزين ناخد باك أب من الداتا إيه هي الخطوات اللي بيتم استخدامها واتباعها بصفة دورية. النقطة الأخيرة اللي هي التكنيكال ميجرز، هي مجموعة من الطرق اللي بيتم استخدامها لزيادة مستوى الأمان، على سبيل المثال الأوثنتيكيشن اللي بيكون مقصود بيها التحقق من الهوية والتأكد من إن اليوزر اللي موجود عندي ليه الصلاحية في الدخول على السيستم والاستفادة من الريسورسز المتاحة زي الباسورد أو التوكن رينج، بالإضافة للإنكريبشن يعني تشفير البيانات. سؤال رقم 6 بيقول لي إزاي الميمو اللي هي Multiple Input Multiple Output اللي موجودة في الـ IEEE 802.11n بتستخدم الـ Spatial Diversity وتستفيد منه. هو بيقول لي هنا إن الميمو بتستفيد من الـ Spatial Diversity وتحوله إلى ميزة، على الرغم من إنه عيب وبيؤدي لضعف البيت ريت اللي موجود عندي أو ضعف استقبال الإشارة، بأنها تستخدم multiple transmitter و multiple receiver أو multiple antenna عند كل من الترانسميتر والريسيفر. سؤال اللي بعد كده بيقول لي ليه الستريم سايفر تم اختياره لبروتوكول الويب وما استخدمناش البلوك سايفر؟ أول حاجة الستريم سايفر بيمتاز بأنه بيتم تشفير البيانات اللي موجودة عندي بت باي بت. الستريم سايفر سريع. الستريم سايفر تشفير البيانات اللي موجودة عندي زي ما قلت لحضراتكم بت باي بت، وما بيكونش فيه اعتماد على البت اللي قبلها أو اللي بعدها. يبقى هنا بيقول لي لو حصل بت فيها ايرور، معنى كده أنه البت دي فقط هي اللي هتتأثر بحدوث الايرور، لكن في حالة البلوك سايفر فوجود ايرور في البلوك يعني معنى كده ان البلوك كله اتأثر وحصل فيه ايرور. الستريم سايفر سريع، فعملية تشفير البيانات اللي موجودة عندي بتتم بغض النظر عن اي بتات سابقة او تالية للبت دي. الستريم سايفر require less processing يعني معنى كده انه بيحتاج لريسورسز وذاكرة وقدرة معالج قليلة مقارنة بالبلوك سايفر. في حالة البلوك سايفر بيحتاج انه يحجز مكان في الميموري علشان يتعامل مع البيانات ويعملها بروسيسنج. يبقى اذا السؤال هو في حالة الوايرد ايكوفالنت برايفسي تم اختيار الستريم سايفر ليه؟ لانه اول حاجة ان الستريم سايفر سريع، البروسيسنج اللي بيحتاجها بتكون قليلة، وكمان لو حصل خطأ فالخطأ ده بيأثر على البت دي فقط ولا يؤثر على باقي البتس اللي موجودة بالقرب من البت دي.